We were a group decided to live together. We were 13 person. Yes. Three doctors and with two pharmacists and one nurse. Three doctors can cover for one health center inside Aleppo city. They can cover all the needs of the health center. No one cares. بالنسبة للقرار لما قررت أخذ الأراضي السورية بالنسبة لي كطبيب كان بالنسبة لي قرار كتير كتير صعب لأني أنا لما كنت في سوريا رغم من حالة الحرب والوضع السيء جدا جدا بسوريا كنت مبسوط جدا لأني أحس حالي أقدم خدمة لأهلي بسوريا أساعدهم أحس حالي أنه الشعب بسوريا بحاجة أنه ما بصير نغادر بالنسبة لي كان قرار كتير 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 صعب وأنا لتاريخ هاللحظة يعني بحس تأنيب الضمير تراودني أحيانا أفكار أنه لا أنا استعجلت بقراري ما بصير أطلع الشعب السوري أهلي بسوريا بحاجة إلي I feel somehow I feel guilty because I left my country and I feel ashamed guilty because we started this and we could not finish anything you know it's still going there inside Syria we could not finish this war and we just decided to leave so I feel guilty for that and I feel ashamed because a lot of my friends are still there assisting and helping the people there while I left the country لأني والدتي كانت مريضة كنت عم بهتم فيها فكنت عم بستنى إنه هي تتحسن ممكن أقدر أتحرك أو شيء بس هي نتيجة الأوضاع السيئة توفت وقت خلال فترة يعني آخر تعب أنا وعدتها إنه إذا توفت فرح أطلع من سوريا إنه غلط ماما إيه كان بحاجة لمعالجة فيزيائية فهو كان يعالجها فيزيائيا هو يعني بتعرف نحن عنا عدد الخطوة ايه كان عالجة مون فيزيائيا يعمل لها مساج فطلبني بتعرف نحن عنا الشروط ايه ومشي يعني ماما وافقت عليه فوافقت بالنسبة ككادر طبي مثلا لما يصير قصف وهذا اول شيء كنا نسويه انه نتشاهد نرفع ايدنا وننطق بالشهاده لان نحن من اول ما قررنا الانضمام لمدينه حلب وريف حلب عرفانين باي لحظه نحن عباره عن مشاريع باي لحظه حن باي لحظه يعني مثل كل واحد شايل فينا روحه على كفه وفي اي لحظه يمكن يموت وعندي اصدقاء كثير من الكادر الطبي ماتوا كانوا يعملوا معي بحلب او سواء بريف حلب ينزل مثلا البرميل او الصاروخ يكون هو everyone concentrating on the refugees crisis for me it's not crisis as I saw I lived in Syria for the last 4 or 5 years of the war and I took the trip so I know what's the difference for me I don't think it's crisis and I think this the thing that all the people should focus on is the real situation inside Syria not the people who are leaving we know that they have some difficult situations along the trip but impossible to be like the people who are living inside.